فقرة جديدة من المطبخ عم نقدم لكم إياها من الماركة الرائدة اللي صار لها بالأسواق أكثر من 50 سنة برستيج. دايماً اللي عودتنا فيه هيدي الماركة أنها تقدم لنا مجموعة تكون كتير كبيرة، محتوياتها كبيرة ومقاساتها ولا أحلى لحتى تأمن لكم الطبخ اللي أنتم بدكم إياه. ومجموعتنا اليوم سوبر حلوة. فعلاً سوبر حلوة زي ما قلتي، كمان بيميزها إن هي مجموعة مكونة من عدد قطع كبير جداً من أواني الطهي وكمان المقليات بالإضافة للهدايا. سعر تنافسي بالإضافة كمان إن هي فيها ماده غير لاصقه بالمره، وده بيخلي السطح بتاعها بيكون غير لاصق، توصيل الحراره للاكل بيكون سريع مصبوع. جدا، واللي احنا بنشوفه دلوقتي مع بعض ان انتم بتحصلوا على مجموعه مكونه من عدد قطع كبير بسعر هايل جدا، 459 ريال سعودي من برستيج. المحتويات مثل ما انتم عم بتشوفوها كثير كبيره، وهيدا دائما اللي بتعودنا عليه ماركه برستيج. عندنا اول وعاء جاي لكم بمقاس 28 سنتيمتر، ثاني طنجره جاي لكم بمقاس 24 سنتيمتر، ننتقل للمقلية بمقاس 28 سنتيمتر، مقلية تانية بمقاس 24 سنتيمتر، بتحصلوا كمان على لوح للتقطيع، هيدا ما كل شيء، عندكم كمان انتو ووك بمقاس 28 سنتيمتر، كسرول بمقاس 14 سنتيمتر، عندنا كسرول تانية بمقاس 18 سنتيمتر، وعندكم كل الأدوات الخاصة للتقليب الأكل والطبخ، و كمان جاي لكم مع هدية جدا قيمة من برستيج، الألواح مثل ما عم نشوفها أو السواني أو الصحون الخاصة بالخبز وكمان الطبخ، شو ما كان الخبز اللي بدكم إياه سواء كان موالح أو حتى حلويات، كل هيدي المجموعة الكبيرة جاي لكم بسعر تنافسي 400 أنتم عم تشوفوه قدامكم و59 ريال سعودي بس. نبديها هلا رانيا مع أول تحدي لهيدي المجموعة، إنها المجموعة اللي موجودة معنا هي مجموعة بطبقة غير لاصقة. هنشوف دلوقتي طبعا هنا اول حاجه احنا بنستخدم المقلايه الحجم الصغير، بنشوف انه حتى لو احنا حطينا التشيز بدون اضافه اي زيوت او دهون على طول تقدر التشيز ان هي تسيح بمنتهى السهوله وبتدوب تماما من غير ما تلزق، لانه السطح بتاعها معمول من طبقه غير لاصقه، كمان الومنيوم داي كاست اللي هي مصنوعه منه مجموعه برستيج، فبالتالي بيساعد على توزيع وتوصيل الحراره بالتساوي. شايفين انه التشيز ساح تماما، صح، ما حطناش ولا زيت ولا سمنه، هيك عم تتقلب معنا، حاجه ترسبت عندنا. هيدا حلو، هيدا اللي بيميز مجموعة برستيج واللي دايما اللي بنقدمه لألكم. بالعادة رانيا لما بنلاقي أسعار مثل هيك بالأسواق، يا أما بيكونوا ما مقدمينا العدد الكافي من الأوعية، يا أما ما عاطينا الجودة اللي نحن بدنا إياها. صح، مع برستيج عطيتنا الجودة وبنفس الوقت المقاسات اللي نحن بدنا إياها. هنا ننتقل كمان للمقلية. على المقلاية طبعا 28 سنتيمتر بيكون فيها الفاهيتا، بنشوف النوع يعني مهما حطينا من كميات كبيرة برضو بتستوعبها، بنشوف كمان السطح بتاعها بيكون غير لاصق، حتى لو احنا حاطين الخضروات، حاطين الصوص، حاطين كمان التتبيله والتشيكن، بنشوف ان هي على النار ما فيش اي حاجه، وبالتالي كمان البصل، الخضروات رانيا، البصل بالعاده هو بهيك بيلزق وحتى الخضروات، ولكن ابدا ما في هيدا الشيء. والمقليات اللي موجودين معنا لو بنلاحظهم من على جنب منهم كثير رفاع، يعني نحن عملنا هيدي الاكله لحتى نفرجيكم انكم فيكم تقلبوا الاكل تعملوا الكميه اللي انتم بدكم اياها، لانه المقليات اللي موجودين معنا منهم رفاع ابدا، فيهم غمق يقدر يخلينا نأمن هيدا الشيء. علشان كده بنشوف انه طريقه الاستخدام برضو بتاعتها سهله جدا، وهي فيها مميزات كتيره ان انتوا بتحصلوا على مجموعه متكامله تقدر كل ست بيت تستفيد بيها طبعا في المنزل. بنشوف هنا برضو حتى الكميات اللي احنا بنحطها في المقلايه 28 سنتيمتر مهما درجه الحراره عليت على المقليات، بنشوف برضو انه ما فيش اي حاجه، السطح بتاعها بيكون غير لاصق، وبنشوف ان الاكل بيستوي بمنتهى السهوله مع طبعا مجموعه برستيج. وما ننسى كمان الاوفر اللي نحن عم نقدمه رانيا، مثل ما عم بتشوفوا الاوفر بالمحتويات الكتير كبيره اللي جاي لكم، جاي لكم بسعر كتير تنافسي 459 ريال سعودي، بتحصلوا على اكثر من 18 قطعه من مقليات بالاضافه لهدايا كتير مختلفه، مجموعه الخبز واواني الخبز ايضا، بالاضافه كمان لادوات للتقديم من الخشب بالكونتينر بتاعهم والكاتنج بوردز، كل ده ب 459 ريال سعودي، يعني اكيد ما فيش اوفر موجود في الاسواق احلى من الاوفر اللي احنا مقدمينه النهارده من برستيج. على مجموعة عن جد كتير عملية، هيدي الطنجرة الوسط اللي بالعادة كتير أشخاص بيقولوا يمكن ما بيقدروا يعملوا فيها العديد من الأكلات، رح نفرجيكم الكمية الكبيرة اللي بتقدر تساعدنا هون، ليكي كمية اللحمة اللي قادرين نحن نحطها، وحنفرجيكم كيف بكل سهولة
مستوية كتير اللحمة، هلأ حنفرجيكم إياها، وكمان بدي فرجي كمان كيف فيكم تحطوا كمية كتير كبيرة من الخضروات رانيا ومن الطبخ، ما في شي بلزق عندكم، بالعكس كمية كتير كبيرة بتقدروا أنتوا تقدموها وبكل سهولة كله مع بعضه هنا يستوي الأكل. طبعا نحن عم نحكي على طبقة غير لاصقة توزيع متساوي للحرارة، وهون بدنا نفرجيكم كمان كيف إذا نحن بدنا نقسمها كيف اللحمة مستوية كومبليتلي من جوا، واللحمة كمان حمراء، الألوان بتاعتها حلوة، التسوية بتاعتها جميلة، حتى كمان الكاباسيتي بنشوف نحن نقدر نحط الخضار مع بعض ونقدر نحط اللحم اللي بعض من كميات كبيرة، بنشوف إن هي بتكفي، وشوفي كمان تسبيكة الصوص قد إيه حلوة، وده بفضل إن هي الطبقة بتاعتها غير لاصقة تماما أو غير لاصقة الطبقة بتاعت برستيج، فبالتالي بتخلينا نحن نعمل أكلات كتير صحية. والحلو كمان تحدي كبير بقى اللي أنت صراحة تعمله. بدنا نحكي على المقاسات الكبيره اللي نحن عم نقدمها ببرستيج، وهيدا الميزه الحلوه اللي دائما بتقدم لنا اياها، عم نحكي على طنجره كثير كبيره نقدر بكل سهوله نعمل فيها كميه كثير كبيره من الرز، ورح نشوف هيدا الشيء انه على طول حتى بنشوف كميه الرز المختلف الالوان اللي احنا شايفينها، الرز الاصفر مع الابيض، ما فيش اي حاجه محروقه كمان. واو شكله هيدا طبعا الزيوت كلياتها من اللحمه واللي هي زيوت طبيعيه، ولكن نحن بهيدي الفقره بالذات بدنا نفرجيكم المساحه الكثير كبيره اللي عم بتقدمها لكم طناجر برستيج، وهيدي الميزه اللي كثير حلوه بسعر كثير تنافسي. فعلا سعر تنافسي، وبنشوف كمان انه كميات كبيره جدا تقدر ست البيت تعملها وتستفيد بيها وقت العزومات، حتى كمان برضو الهدايا اللي احنا بنحصل عليها وهي مجموعه الخبز، بنشوف انه التارت بالمربى قد ايه شكلها حلو، بنشوف كمان انه طريقه الاستخدام بتاعتها والخبز ايضا كمان بتكون حلوه لو احنا حابين نقطعها من ناحيتين هنا هون، لحتى نوضح لكم انه حتى اللي نحن عم نقدم لكم اياهم ما في ابدا اي شيء بيلزق بهدول الاواني، لانه برستيج عم بتقدم لنا اواني اللي هي كثير سهله. خليني اشيل لك هيدا هي هنا وبعدين اللي هن اواني كثير سهلين انه نحن نطبخ فيهم نخبز فيهم ونعمل فيهم العديد من الاشياء. طبعا هون بتعملوا التارت، ايوه هنا بنحطها على التارت، وبنشوف انه حتى لو احنا خبزين فيها طبعا التارت او غيرها، انا حطلها حته صغيره بس عشان ابين ان هي مش لازقه بالمره، بنبينها للكاميرا كمان انه مفيش اي حاجه لازقه تماما، يعني حتى كمان الخبز مع المجموعه اللي احنا بنقدمها من برستيج فعلا مميزه وفعلا مفيده لكل ست بيت، وهي دي المجموعه اللي انت حابه انك تحصلي عليها في المنزل. وحكينا كمان ببدايه الفقره رانيا انه فينا نحن هيدي الماكولات نعمل فيها الاكل السخن وبنفس الوقت نعمل فيها يعني الموالح وكمان الحلويات. رح نفرجي هون نحن عاملين باللوف بيك اللي موجود عندنا، عاملين اللازانيا، رح نفرجي كيف بكل سهوله رح نقدر نحن ننزل الاكل، نخبز الاكل، نعمل شو ما بيخطر على بالنا من اشياء من دون ابدا ما يلزق عنا اي شيء، وهيدي الميزه الحلوه بالهديه اللي عم نقدمها نحن كمان اليوم من برستيج. واو حلوه كمان اللازانيا، يعني في الحلويات تقدروا تعملوها وحتى كمان المخبوزات واللازانيا وغيرها، مجموعه متكامله، مقليات طهي طبقه غير لاصقه، تقدروا كمان تشوفوا ان هي فعلا مجموعه كبيره جدا انتم بتحصلوا عليها، كمان كاتنج بوردز، كمان ادوات طبعا للتقديم، وبنشوف كمان المجموعه الاخيره اللي هي الهديه للخبز اللي احنا بنقدمها من برستيج، كل ده بسعر رائع جدا 459 ريال سعودي. ما في شيء ابدا ملزق معنا هون، حتى لو بنحط نحن بالعاده الباستا او بنحط اللازانيا او اي شيء بيكون في شيء ملزق، ولكن هون القطعه اللي انا قصيتها ما في شيء ابدا ملزق معنا، فيكم بهيدي الهديه تعملوا فيها العديد من الاشياء. على السريع المحتويات مثل ما انتم عم تشوفوها قدامكم، طناجر بمقاسات كثير كبيره، مقليات، ووك خاصه للطبخ وايضا القلي، عندنا هون كاتينج بورد، عندنا ادوات خاصه للسكب مع مجموعه اواني للخبز كثير كبيره مثل اللي انتم هلا عم بتشوفوها، مجموعه متكامله ب 459 ريال سعودي بس من ماركه صار لها بالاسواق 50 سنه دائما عودتنا على جودتها. ابقوا معنا تصفين على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، انا ورانيا مكفيين لحتى نفرجيكم اشياء كثير فيكم تعملوها بمجموعه برستيج. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.
ورجعنا لكم مرة تانية مع الماركة المميزة برستيج، بنقدم منها النهاردة مجموعة وعرض رائع جدا، مجموعة مكونة من أواني ومقلايات الطهي، بالإضافة كمان لهدايا كتير جدا بتحصلوا عليها زي الكاتنج بوردز، وكمان بتحصلوا ايضا على مجموعه واواني الخبز الموجوده تحت اللي احنا شايفينها، وكمان ادوات التقديم المصنوعه من الخشب. كل المجموعه اللي انتم بتحصلوا عليها دي سعرها 459 ريال سعودي، يعني فعلا عرض رائع جدا كل ست بيت بتحصل عليه النهارده من ماركه برستيج. ونبتديها مع اول ميزه كتير حلوه وهي الطبقه الغير لاصقه، ورح نعمل معكم هون نحن البان كيك اللي بالعاده بحاجه نحن لنحط الزيت، بحاجه لنحط اي شيء انواع من الزيوت لحتى نقدر نحن نطبخ البان كيك بطريقه كتير سهله، او هلا كمان برمضان بنعرف انه فينا نعمل القطايف، ولكن حنشوف نحن كيف بتقدروا تعملوا هيدا الشيء بكل سهوله مع مجموعة برستيج من دون الحاجة أبدا لحتى أنتوا تستخدموا أي نوع من الزيوت، مثل ما هلأ نحن عم نشوف معنا هون كيف البانكيك بنقدر نحن نعملها بكل سهولة، وده ما في شيء أبدا بيلزق معنا بفضل الطبقة طبعا الغير لاصقة اللي احنا بنتكلم عنها المصنوعة منها برستيج. طريقة التنظيف والغسيل سهلة جدا بمجرد مسحة واحدة بس بالفوطة بدون إضافة زيوت أو دهون أو حتى مية أو أي حاجة، بننظفها بمنتهى السهولة. هنا بنتكلم على حجم كبير جدا من الووك، طبعا بيكون مهم لكل ست بيت حابة إن هي تعمل التشاينيز فود، تعمل الباستا، تعمل صوصات كتير مختلفة. بنشوف إنه طبعا هنا بنحط الفرايد رايس، بنعمل كميه كبيره، شايفين المساحه، شايفين الكميه، بالاضافه كمان للسطح بتاعها اللي هو غير لاصق، نقدر نعمل سيرفينج بطريقه سهله. الرز على طول بيستوي بمنتهى السهوله، شايفين اكل قد ايه بيكون جميل. مساحه وحجم يعني بحبه بالووك انه مثل ما قلتي لما بتكون الووك عندنا مثل ما هون عم نشوف كثير غنيئه، بتكون كتير 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 عملية، وبتكون بتساعدنا لحتى إذا بدنا نقلي فيها بنقدر نعمل هيدا الشيء، إذا بدنا نعمل كمية كتير كبيرة بنقدر نعملها. الكمية اللي أنا عملت لها سيرفينج قد إيه كبيرة، وفي نفس الوقت كمان لسه في كتير، لكن عايزة أبين إنه تحت الأكل مش محروق بالمرة، وإنه حتى كمان برضو ما فيش أي حاجة ملزقة بالمرة، وده ميزة برستيج اللي إحنا بنحصل عليها. لكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، شو عم نقدم بهيدي الفقره؟ مثل ما عم بتشوفوا مجموعه كثير كبيره مقدمه لكم من ماركه برستيج، هيدي المجموعه يعني اخترناها حصريا لكلكم، لكل اللي عم بتابعونا على سيترس تي في، لانه بالعاده بتلاقوا منتجات برستيج بالاسواق، ولكن ما بتلاقوا هيدي المجموعه مجموعه مع بعضها بالهدايا مع بعضها. فهوني مثل ما عم بتشوفوا مجموعه كثير كبيره بسعر 459 ريال سعودي، جاي لكم مع اواني اللي هي هدية للخبز، مجموعة كتير كبيرة. قيمة هيدول الأواني لحاله الرانيا ما يعادل 200 درهم أو 250 درهم، هون جايين لكم أربع أواني للخبز مجانا. ننتقل هلأ لميزة كتير حلوة وهي المساحة اللي عم بتقدم لنا إياها مجموعة برستيج. هون فيكم تعملوا محشي بكل سهولة، مجموعة كتير كبيرة تأمن لنا الأكل اللي نحن بدنا إياه، ورح نفرجيكم كيف ما في شيء أبدا بلزق معنا. وهيدي هون ودي احلى حاجه على فكره، صواني ورق العنب، المحشي، المكرونات، الرز زي ما شفنا في السيجمنت الاولانيه انه كميه كبيره واو، وحتى كمان الريش بلزق معنا هون رانيا. وهون عم نشوف شو ما حطيته من لحمه، ورق عنب، كوسه، بطاطا، شو ما بيخطر على بالكم، لكن الكميه الكبيره اللي بس بالطنجره اللي بدنا نقول الوسط اللي مقاسها 24 سنتيمتر بتقدروا تعملوا هيدي الاكله. ننتقل للحجم العائلي هلا معك الحجم العائلي، الحجم الكبير 28 سنتيمتر، نقدر احنا نحط فيه كم كبير جدا من الفرخات. بنشوف عدد كبير، كل سيده تقدر تحطها، حتى كمان الفراخ المحشيه لو احنا هنا هنحط نشوف ونعد الكمية الموجودة عندنا. ادي اول فرخة واحد، وهنا في اثنين، وحبيت انه ساعين الدجاج مع المرقة تاعيتهم، يعني فيكم تعملوا انتو كمية كتير كبيرة مثل ما شفنا بداية الفقرة من الرز، والدجاج اللي معنا محشي يعني كمان مربربينه للدجاج بالضبط، يعني احنا مكبرين الحجم. وبنشوف هنا انه يعني اكتر من اربع فرخات، يس، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، بنحط ثمان فرخات في حالة برستيج ال 28 سنتيمتر، بالاضافة كمان للي احنا بنشوف هنا الخضار وكمان الشوربة، يعني بتكفي ان انت تعملي 8 فرخات خضار وشوربه مع بعض في نفس الوقت. واو قد ايه حجم حلو وحتى جدا. وحتى رانيا بما انه نحن عاملينهم بطنجره، خلينا نشوف التسويه اللي موجوده كيف بتقدروا بكل سهوله. ناخذ السكينه اكيد سكينه لحتى نفرجيكم انه هيدي الطنجره بتقدر حتى لو حطيتوا فيها كميه كثير كبيره يضلوا الاكل مستوي من جوا ومن برا. وعم نشوف هون الدجاج كيف تماما مستوي وبنفس الوقت محشي وبقلبه الحشوه كثير كبيره. طبعا يعني بنشوف هنا انه في كثير مميزات، كل سيدة
السيده بتحصل عليها. وهنا برضو بنشوف الحشوه بتاعته من الرز كله بيكون مستوي تماما، بيكون دايب جدا. صح. فده بالتالي بيكون ميزه حلوه جدا كل سيده عايزه ان هي تحصل عليها في مجموعه اواني ومقليات الطهي الموجوده. هوني كمان بدنا نحكي ميزه كتير حلوه، قلنا ببدايه الفقره انه عندكم انتم اواني خاصه للخبز فيكم تعملوا فيها الحلويات وفيكم تعملوا فيها الموالح. هوني نحن عاملين الشعيبيات، ولكن عاملين الشعيبيات هيك شوي بتويست مختلفه، رقاقات هوني مثل ما عم بتشوفوا، بتقدروا انتم تبتكروا تعملوا الاشياء اللي انتم بدكم اياها، ما في شيء ابدا بيلزق معكم. هوني حنشوف كيف في كل الخبز اللي نحن عملناه ما في شيء ملزق بالمره بقلب المجموعه اللي نحن عاملينها واللي جاي لكم هديه مجانيه مع مجموعه برستيج. كمان فينا نعمل الاشياء الموالح، شو عامله رانيا؟ هنا عامله الفطاير، بنشوف برضو كمان الصينيه الكبيره اللي احنا مقدمينها هديه من برستيج، تقدر ان هي تتحمل درجه حراره الفرن العاليه، نقدر نعمل فيها وصفات كتير حلوه، سمبوسك، الفطاير الصغيره بكل اشكالها وبكل انواعها، الزعتر، الصنوبر، اللحوم، الخضروات، وكمان حتى السالمون. يعني قد ايه في كتير مميزات كل سيده بتحصل عليها مع مجموعه برستيج اللي احنا بنقدمها. سطح غير لاصق بالمره، مصنوع من الالومنيوم دايكاست، موصل جيد للحراره وكمان بيوزع الحراره بمنتهى التساوي، اكل صحي جدا بدون اضافه اي زيوت او حتى دهون. برجع بذكركم الاوفر اللي نحن عم نقدم لكم اياه، يمكن انتم تلاقوا بالاسواق منتجات خاصه بماركت برستيج، ولكن المجموعه اللي جايه لكم هلا كلياتها مجمعه ومحطوطه بعلبه وحده فقط لمشاهدي سترس تي في، وكمان جايه لكم بهديه، هيدي الهديه ما بتقدروا انتم تلاقوها بالاسواق منضمه لمجموعه برستيج. نرجع على السريع بنشوف المحتويات نحن وياكم، عم بتشوفوا طناجر، هدول الطناجر جايين لكم بمقاسات مختلفه، عندنا مقاس 28 سنتيمتر، مقاس 24 سنتيمتر، عندكم مقلية بمقاس 28، مقلية تانية بمقاس 24 مع لوح تقطيع، نرجع مننتقل للووك بمقاس كمان 28 سنتيمتر، ووك كتير غميقة وكتير كبيرة، مننتقل لكاسرول لتعملوا صوص، أشياء مختلفة، عندنا كاسرول تاني بمقاس 18 سنتيمتر، كمان معالق خاصة لتقليب الأكل، ومننتقل تحت على الهدية اللي موجودة معنا، أربع سواني بأشكال مختلفة لخبز، شو ما بيخطر على بالكم من حلويات أو حتى من موالح. هيدي الأدوات الخبز رانيا بالعادة نحن بنلاقيها بالأسواق بقيمة 200 درهم أو 250، بتحصلوا عليها أنتو مجانا، والسعر عم بتشوفوه قدامكم لكل هيدي المجموعة 459 ريال سعودي، من دون ما حتى إذا بدنا نقول يقللوا من عدد الطناجر أو حتى يقدمون بأحجام صغيرة أو حتى كمان يقللوا الكواليتي بتاعتها. أنتو بتحصلوا على جودة عالية من الستانلس ستيل، من الالومنيوم، في نفس الوقت بتحصلوا على سطح غير لاصق بالمره ومجموعه اواني ومقليات الطهي وادوات كمان التقديم واواني المخبوزات، كل ده هديه مجانيه بسعر 459 ريال سعودي تحصلوا عليهم مع مجموعه برستيج. اتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه والخاصه ببلدكم، وما تنسوا ابدا تذكروا رقم المنتج لحتى يسهل عليكم عمليه الشراء، واستغلوا هيدي الفرصه لانه هيدي المجموعه جايه لكم لفتره محدوده بهيدا الكم الكثير كبير من الادوات المرفقه لإلها. اتصلوا فينا وابقوا معنا لحتى تتابعوا بقيه فقراتنا المتنوعه. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusdv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.